دعني أخذ رأي حضرتك في الصورة التالية التي لدينا. في الصورة الأولى سنشاهد مع الأسف الشديد في موقع روسيا اليوم دبلوماسي جزائري يقول لقد نلجأ إلى مزيد من الإجراءات التصعيدية إزاء المغرب. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. عمر بلاني مسؤول ملف دول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية قال لرويترز وهي وكالة الأنباء الأمريكية إن من غير الممكن استبعاد اللجوء لإجراءات إضافية، ولم يحدد بلاني طبيعة هذه الإجراءات. العلاقات مع الأسف الشديد بين الدولتين الجارتين في شمال إفريقيا ليست على ما يرام منذ عقود. ما تعليقك على هذا التصريح سيد مصطفى؟ يعني التعليق الذي سأعلق عليه هو أن هناك بعض الخبراء يتحدثون هذه الصفيحة بأن الجزائر يعني قامت بتوزيع يعني توضيح لها على مجموعة من القوى الدبلوماسية عبر العالم، وتهددت باللجوء إلى استخدام القوة العسكرية المفرطة في حال أي استفزازات لها على الحدود المغربية. ولحتى الآن الجزائر لم تتحدث عن أي ما هي هذه الاستفزازات. يعني بالله عليك أخي علاء، يعني منذ بداية وأنت تتابع هذا الملف كل ما يصدر هو عبارة عن تصريحات لوجوه النظام الجزائري، للرئيس الجزائري تبون، لرئيس الأركان سعيد شنقيحة، لوزير خارجيته طلال عمامرة. فهل رأيت أي تصريح يخرج من المسؤولين المغاربة؟ لا، ليس هناك أي تصريح. وربما هذا هو ما يثير حفيظة النظام العسكري الجزائري.